اتفرجوا بقى وشوفوا. وبعدين على السوشيال ميديا يقول لك مثلا ايه، زوجة سامح زين التي لم يراها احد، ايه مخبيه عن الانظار، اتفضل يا سيدي لا بس عشان اتفرجوا علشان في افندم. بيت العيلة. ما انا بقول لك بقى اتفضلوا بقى شوفوا ليه مخبيها، شوفوا قد ايه هي جميله. وبعدين هناخدك بقى من الاول خالص، يعني عرفتي سامح ازاي وانت كنت من المعجبات الاول، ولا كنتوا مع بعض في الجامعه، ولا احكي لي يعني الاول يعني قبل ما احكي، ايوه ولازم استغل الفرصه، ما ينفعش تضيع من غير ما اقول قد ايه انا بحب حضرتك، وقد ايه احنا مش لما شفنا اول حلقه من البرنامج، مجرد ما عرفنا ان حضرتك هتعملي برنامج يعني رجعنا لكل حاجه حلوه نفسنا تبقى شكرا. موجوده تاني. ربنا يخليك، فده اشكرك يعني جدا، اول حاجه لازم اقولها. شكرا. سامح عرفته ازاي؟ هي كانت صدفه. صدفه؟ كانت صدفه. ازاي الصدفه دي؟ هحكي لحضرتك. هو سامح صديقه يبقى جوز اختي، كويس. وهو بيبقى يعني بيدرس في امريكا وكده، فبالصدفه هو راجع من امريكا، فهو رايح يسلم على صاحبه وانا موجوده لان هو جوز اختي يعني. ايوه. فكانت دي اول مره اتقابلنا، فكانت صدفه. كان في مره قبلها بس اتكلمنا بقى، لا يعني كان في مره قبلها بس كان في فرح اختي بس ما اتكلمناش، يعني دي كانت اول مره اتقابلنا بس في فرح اتكلمنا اختك. في فرح اختي. بس كنت عارفاه ان هو؟ كنت عارفاه طبعا، كان مشهور. في الفرح اختي رحتي لا، بقى ما صورتي كنتش جنبه عارفاه في فرح اختي، كان لسه وسيلفي وحاجات من دي؟ لا ما كانش في سيلفي وقتها. ما كانش في لا ما كان كانش في في بطايق سيلفي. موبايلات وكده لا في وصور. فرح اختي ما كنتش عارفاه، لكن أي. لما اتقابلنا في البيت عندها لا كنت ساعتها اعرف. بس هي ثقافتها اصلا افلام اجنبي وثقافتها انجليزي وحاجات كده، فانا اللي عمال ايه اربيها على الثقافه بقى، الافلام العربي اللي هو الابيض والاسود الحاجات دي. مبسوط هو فممكن قوي بالتفصيله ديت، لان كل الافلام القديمه بشوفها لاول مره، فبقى صحيح؟ مبسوط قوي هو بيتفرج على رد فعلي وانا ايه ده الفيلم حلو قوي. حلو قوي صحيح. وساعات بتزعل ليه ان الافلام كانت حلوه قوي. يا ساعات بتزعل ان كانت الافلام حلوه. لا هترجع، كل إن حاجه شاء الله. هترجع ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. اتجوزتوا بقى؟ انت عملتي ايه؟ كنت قاعده عامله كده ولا عملتي شويه خطوات لفتي نظره وما لفتيش؟ ده قبل ما نتجوز؟ قبل ما تتجوز. والله هو سامح اللي يبقى عارفه من خلال ادواره لما هيقابله في الحقيقه اكيد هيبقى جذاب لي، لانه مختلف تماما عن الفتره اللي شفته فيها ساعتها. كان وقتها عمل بس عبودة ماركة مسجلة وراجل وست ستات، كشهرته جت من راجل وست ستات. فكوميديان جدا، لكن هو في الحقيقة دلوقتي أعتقد الناس بقت تعرفه أكتر قد إيه هو يعني جد، مش بس للحياة هزار بس. كانت مامتها بتقول لها أيوة امسك إيه ده، ما تتكسفش، امسك إيه ده، هتتجوزي رمزي؟ ده غبي قوي رمزي. كانت ماما طبعا لسه ما تعرفتش عليه. ده هو جدا. فاتكلمنا في مواضيع كتير جدا وقتها، فمن هنا حصل يعني الاعجاب الاول. حبيتي بقى رمزي؟ حبيتي فيه رمزي ان هو البسيط الغلبان اللي. لا انا بحب الفن قوي، انا دراستي كنت بدرس دراما، انا خريجه ألسن. أيوة. فانا بحب الفن جدا. فانا بالنسبه لي كنت مش متخيله ان الصناعه في مصر ان الممثلين ممكن يكونوا شاطرين قوي كده. فده بالنسبه لي كان ملفت للانتباه، ان هو ازاي مختلف قوي كده عن الكاركتر اللي انا شفته. انت كنتيش عايشه في مصر ولا ايه؟ لا كنت عايشه في مصر بس في الكتب بقى والافلام يعني. ايوه دحيحه يعني. دحيحه. ايوه لكن مفيش تلفزيون، ما بتتفرجيش وما بتخرجيش، مفيش يعني، ما زلت الى نوادي. الان مقله جدا في ان انا اتفرج على التلفزيون او طيب اتجوزتوا بقى، شبكه ومهر وحاجات من دي، حاجات يعني حلوه كده؟ ما انشغلناش قوي بالتفاصيل دي بصراحه. احنا اسرع يعني. انتوا العيله اللي هي بتشتري راجل بالظبط. كويس، يا بختك. لا وباباها وابن بلد كمان. باباها مثقف. ايوه. وناس محترمين جدا، فهو جه قام اتفرج على عبوده ماركه مسجله، نزل المسلسل وقت كله الخطوبه، وده بقى اول وقت الخطوبه والله، علشان يدرسني. أيوة. عن طريق اعمالي، وما كانش لسه اعمال ليا ليها طابع شخصي انا البطل فيها غير عبوده. فقعد اتفرج على ال 30 حلقه وقال لها لا ده محترم كل مفيش حلقه كلمه بقى ايه، قول لي مش انا عارف كنت ايه.
فتفصيلة عجبتني جدا ان قد ايه اللي انا كنت بعمله وانا مش واخد بالي ان ممكن ده يبقى سبب ان انا اتجوز حد انا يعني فرصة بالنسبة لي ان كده ان ده ممكن يحصل. حبيتها في الخطوبة ولا في الصدفة ولا في الخطوبة ولا في كتب الكتاب؟ في كل حاجة حبيتها في كل كل المواقع والأزمنة. طيب اتجوزت بقى، احكي لي بقى. هو انت قلتي ان هو كفنان غير خالص على الطبيعة، ان هو ممكن يبقى جد لحد لغاية ممكن يبقى جد، دي احيانا معلش سامح غلس يعني ايوه يعني يبقى دمه تقيل يعني. لا خالص، لا اصل دايما ساعات الكوميديانات يقول لك ايه، كل واحد فاكر ان لما يقابلني يقول له ما تقول لي اخر نكته وبتاع، يعني هو مش مهرج يعني. هو دمه خفيف في الحياه بس اكيد مش على طول صح، لكن ما توصلش لدرجه لا تقول الدم. طيب.